تظاهر عشرات الألاف من المغاربة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعوته لنقل السفارة الأمريكية إليها. المتظاهرون نظموا مسيرة في الشارع الرئيسي بالعاصمة الرباط مؤكدين الموقف المبدئي التاريخي المغربي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وللتنديد أيضا بالقرار الأمريكي الأخير والذي ينسف ويخرق الشرعية الدولية ويهدد كل جهود بناء السلام. كما نظمت أيضا مسيرات حاشدة في عدد من عواصم العالم تنديدا بالقرار الأمريكي وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. وللمزيد حول الموضوع يسعدني أن أستضيف مباشرة في الاستوديو المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور دريس قصوري. سقصوري مرحبا بك. شكرا. يعني أولا يعني ما هي قراءتكم للقرار الأمريكي القاضي باعتراف أو الذي أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ يمكن القول وبكل تأكيد بأن هذا القرار هو قرار حرب وليس قرار سلم. لا يمكن الإتيان بمثل هذه القرارات إلا في حالة الحرب، وليس وهذا القرار لا يخدم السلم وإنما يخدم الحرب، وهو عدوان صريح إقليمي ضد الأمة العربية والإسلامية في الشرق الأوسط. نعم. كما أن هذا القرار الطريقة والمنهجية التي جاء بها يؤكد بالملموس أنه يخرق ويتجاوز القواعد والقوانين والمؤسسات والنظم الدولية والمعاهدات ومعاهدات السلم كلها، كما أنه يتجاوز ولا يكترث ولا يعترف بالرأي العام سواء الأمريكي أو الأوروبي أو في القارات كلها والدولي، ويتجاوز حتى الحلفاء لأمريكا بحيث لم يتشاور ولم يتناقش معهم وهو استفزاز لهم. نعم. ويخرق الفضاء الحيوي لمجموعة من الدول ذات الكلمة في الأمم المتحدة وعلى رأسها أساسا روسيا، هذا المجال الحيوي لروسيا ولأوروبا. نعم. يعني لنتعمق أكثر في الموضوع دكتور قصوري، يعني ما هي برأيك الأهداف أو الغايات من وراء اتخاذ مثل هذا القرار؟ الأهداف واضحة وصريحة مثل هذا القرار المشين. أولا يؤكد التمدد الأمريكي في الوضع الجيوسياسي الفلسطيني وفي منطقة الشرق الأوسط، الانتقال ورغبة وإرادة الانتقال من تل أبيب إلى القدس أي في الأراضي الفلسطينية. كذلك يقوي ويرغب في تقوية القرار الاستراتيجي لصالح إسرائيل في المستقبل ومن خلال فرض حل معين وهو ليس حلا. كذلك يقوي النفوذ الأمريكي في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط على المستوى الإقليمي، ويظهر القوة والافتتان بالقوة الأمريكية في منطقة. نعلم جميعا وعلى الجميع أن يعلم أن منطقة الشرق الأوسط هي ملتقى ثلاثة قارات، آسيا وإفريقيا وأوروبا. نعم. وليس فيها وجود لأمريكا، إذن أمريكا تبحث لنفسها عن موضع قوي هناك، وهذه المنطقة هي غنية بالبحار والمحيطات والأنهار وغنية بالنفط وبالخيرات، وبالتالي أمريكا تريد أن يكون لها قواعد في هذه المنطقة وأن تسيطر على هذه المنطقة وتجعلها منطقة حيوية. نعم. لأمنها اقتصاديا سياسيا. طيب الآن إذا أردنا أن نتحدث عن مخاطر وأبعاد هذا القرار على يعني وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط يعني بشكل عام والعالم العربي على وجه الخصوص سيقصور. المخاطر كثيرة، يمكن أن نوجزها في أن هذا القرار هو تسلل وتغلغل إلى الكيان والوجود العربي الإسلامي في المنطقة بالنسبة لأمريكا. نعم. وهذا أمر خطير جدا. كذلك هذا القرار سيقوي النزعات المتطرفة والصراعات الطائفية والعقادية والإثنية والعرقية في المنطقة، كما أنه يعطي لإسرائيل ميزة القوة الشاملة على المستوى، كانت على المستوى السياسي والاقتصادي والنووي تكنولوجي. نعم. اليوم على المستوى الدبلوماسي. نعم. إذن هناك مخاطر كثيرة، وهذا التغلغل وهذه القوة لتفكيك، تدخل أمريكا تتدخل اليوم في المنطقة لتفكيك
الدول المقاومة العربية والإسلامية. وهذا القرار أعتبره شخصيا وعلى مسؤوليتي، المستقبل ربما يثبت ذلك، نعم، أنه مقدمة لإنزال أمريكي، نعم، بمنطقة الشرق الأوسط إذا ما خدشت السفارة المستقبلية الأمريكية بالقدس، بمعنى ولو تصاب مستقبلا بحجر هذه السفارة فسيكون النزول العسكري الأمريكي، نعم، بالمنطقة، وسيعمل على تفكيك وتصفية البنيان القوى المقاومة والفلسطينية بأرض فلسطين وبالمنطقة بكلها. يعني بعد هذه القراءة التفصيلية الموجزة لهذا القرار الأمريكي، كذلك أهدافه وأبعاده، يعني القرار الأمريكي الأخير أثار ردود فعل منددة وغاضبة عبر العالم سقسوري. اليوم في العاصمة المغربية الرباط يعني نظمت هناك مسيرة حاشدة تنديدا بهذا القرار وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. أولا، ما هي قراءتكم لهذه التظاهرات بأعداد يعني كبيرة في العاصمة الرباط اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني؟ هذا ثابت ومعطى ثابت في الذاكرة والوجدان والثقافة والتمثل والسياسة المغربية، يؤكد هذا التلاحم وهذه الوحدة وهذا الانسجام في القضايا القومية والعربية الإسلامية التي اعتبرها المغرب قضايا وطنية بدرجة، والمغاربة، نعم، ملكا حكومة وشعبا ثوابت على مستوى ثوابت، نعم، وقضايا، نعم، وطنية لا يمكن التفريط فيها، نعم، وما يعبر عنه وعبر عنه المغاربة مرات عديدة في قضايا، نعم، مختلفة. واليوم يتأكد هذا بالملموس ويؤكد استمرار هذا الالتحام والانسجام والتناغم ما بين مختلف المؤسسات، المؤسسة الملكية والمؤسسة الحكومية والمؤسسات الحزبية والتشريعية، وكذلك على مستوى الرأي العام وعلى المستوى الشعبي. وخاصة أن المتظاهرين يعني قالوها بصوت عالي أن القدس خط أحمر. بكل تأكيد أن القدس خط أحمر. أولا، ملف القدس، المغرب هو يرأس لجنة القدس ويدافع عن القدس ويجتهد منذ سنوات من أجل إيجاد كل معطيات وروافع دعم الوجود الفلسطيني في القدس والاستمرار وعدم التراجع أمام الترسانة الإسرائيلية وكل الانتهاكات. واليوم يتأكد هذا بأن صوت المغرب سيكون متميزا نظرا لهذه الرسالة والمسؤولية، نعم، التي يتحملها في هذا الملف. يعني إضافة إلى الرباط اليوم يعني مسيرات حاشدة أخرى نظمت في عدد من عواصم البلدان وعواصم العالم بشكل عام تنديدا بالقرار الأمريكي. ما هي دلالات تنظيم مثل هذه المسيرات عبر العالم سيق سوري؟ أولا، دلالة التنظيم هي أن إذا ما هي رد فعل عن السلوك المنتظم لأمريكا وللرئيس الأمريكي ترامب الذي يخرق كل القواعد وكل القوانين ويتجاوز المؤسسات الدولية. الآن هناك تجاوز للأمم المتحدة، نعم، هناك تجاوز لدول كبرى وتأثيرات هذه الدول في القرار السياسي العالمي، هناك عدم اكتراث بالدول العربية وقراراتها ومؤسساتها والشرعية الدولية، هناك، نعم، عدم اكتراث بالشعور والمشاعر والعواطف العربية الإسلامية وللشارع العربي والإسلامي، نعم، بمعنى هناك ليس تحديا وإنما جنونا وتهورا بالنسبة لهذا الرئيس الذي تجاوز كذلك حتى المؤسسات الأمريكية أمريكا نفسها الداخلية. هناك تجاوز، نعم، للكونغرس، مجرد إخبار للكونغرس، نعم، مؤسسة الرئيس اليوم تفعل ما تريد ولا تناقش أحدا ولا تستشير أحد. طيب، ما يحدث حاليا من ردود أفعال وتنديدات والمواقف الدولية الرافضة للقرار الأمريكي، هل يمكن لكل هذا أن ربما يدفع بالرئيس الأمريكي إلى مراجعة قراره؟ ما هل تتوقعون المعطيات ذلك؟ التي ذكرنا، نعم، وانطلاقا من سلوك الرئيس، نعم، وثقافة الرئيس وفكر الرئيس ترامب، هذا الرئيس يترجم حسب الأدبيات والثقافية الأمريكية ما يسمى بلعبة الكتكوت، وهي أن هناك بطل وهناك جبان. الرئيس ترامب يريد أن يؤكد بأنه البطل وأنه يذهب بالصدام والصراع حتى نهايته، نعم، ولا يقيم اعتبارا لأي حجة ولا دليل ولا منطق ولا عقل، وبالتالي لا أظن أنه سيتراجع عن القرار. قد
تدفعه الضغوطات إلى تعليق إلى أجل غير مسمى ربما قرار نقل السفارة. هذا هو المكسب الذي يمكن أن يتحقق في عهد الرئيس ترامب اليوم. نعم، هذا بالنسبة للقرارات الدولية. الآن ماذا عن الموقف العربي؟ يعني هل ربما يعني يمكن لقرارات الجامعة العربية التي اجتمعت وتجتمع أن تؤثر بشكل أو بآخر على هذا القرار؟ بكل تأكيد، ربما في مخيلة ترامب ومستشاريه وصانع القرار أن الوضع العربي هو في درجة متردية من التدهور والتفكك والانحطاط، وبالتالي خرج هذا القرار اليوم في هذه الصيغة القوية. ولكن لم يعتبر بأن هذا القرار قد يخلخل هذا الوضع ويجعل منه قوة. بالنسبة للمعطيات المتواجدة من خلال وزراء الخارجية سابقا وما تدول، لأنه لا يمكن أن ينبغي أن تكون القرارات مجرد ضجة إعلامية، وإنما لا بد من القرارات أن تتخذ من القرارات ما هو قابل للتنزيل. نعم. والاشتغال على المستوى الدبلوماسي والقانون والقانوني. نعم. مستوى التنزيل والتمكين في الأرض من خلال المشاورات وتوسيعها وعلى المدى البعيد. أظن هذا القرار سيوحد وسيدفع بتقوية. نعم. وتوحيد الكلمة العربية والصفوف العربية. طيب، على ضوء هذه المعطيات وهذه التطورات الراهنة سياسيا دبلوماسيا وميدانيا، برأيك دكتور قصوري يعني كيف ستؤول الأمور في المرحلة المقبلة؟ يعني كيف تتوقعون أن تكون المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بربما حل لهذه الأزمة التي أثارت الكثير والكثير؟ المرحلة المقبلة، أولا أن الخطاب الأمريكي وأمريكا كحكم أساسي. نعم. في من أجل السلام انتهت هذه الأمور، لا أحد سيثق في أمريكا. أمريكا تحولت إلى الضامن الأساسي لدولة بين قوسين إسرائيل ولحقوق الإسرائيليين، وبالتالي لا أحد سيثق فيها ولن سيتم عزلها. والرأي العام العربي والأوروبي الذي خذله ترامب وخذلته أمريكا سيتوحد ضد أمريكا. معنى كل ما صنعته المرحلة السابقة للرئيس الأمريكي أوباما السابق من أجل التخفيف من الضغوط وإعادة بناء الصورة الأمريكية تجاه مع الرأي العام الدولي تم تقويضها. تقليص الهوة ما بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي في عهد الرئيس أوباما. بطبيعة الحال. نعم. أنه حاول أن يعطي صورة أخرى. نعم. لأمريكا وتخفيف الضغط على أمريكا. نعم. اليوم تقوضت هذه الصورة وتعمقت الفجوة، وأظن أن المستقبل حتى ما يتحدث عنه ترامب مستقبلا في الحديث عن الإرهاب لا أحد سيصدقه القول والفعل، لأنه هو اليوم تعمد مرجعية عقدية دينية لا أخلاقية لتبرير قراره حين أقحم الإرهاب. نعم. كمبرر لضرب لنقل السفارة. نعم. وقال لن نسمح لهم بضرب إسرائيل. الأيام المقبلة والمرحلة المقبلة أكيد يعني ستكشف لنا الكثير من التوضيحات والمعطيات الجديدة. المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور إدريس قصوري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والإضاءات القيمة، وشكرا لحضورك معنا.